السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى هنعمل تحلية باردة في 10 دقايق كده، سهلة. مكونين اتنين اساسيين، يعني ممكن تعملي الوصفة دي بمكونين اتنين بس. معايا هنا كريم شانتيه، ده بالسكر عادي. انا اخترت هنا بنكهة الشوكولاتة، طبعا في نكهتين تاني، في بالفانيليا والفراولة، لكن انا هعمل التحلية بتاعتي النهاردة بنكهة الكاكاو او الشوكولاتة. والمكون التاني هنا معايا الملفيه، عجينة الملفيه دي. عجينة الملفيه دي بتيجي جاهزة، ده شكلها. اول حاجة بقى كده نسمي اللي ونبتدي. هكسر الملفيه ده قطع كده بحجم، تيجي تاخديها بالمعلقة، حجم كده مكعب صغير، ولو اتكسرت اصغر من كده مش مشكلة. ميزة الحلوى دي ان هي بتعمل كميات كبيرة بمكونات بسيطة. انا كسرت الملفيه كده زي ما انت شايفة مكعبات، بصي دي اتنين، دول حوالي ربع كيلو. وبالنسبة بقى للمكون التاني، وهحط بقى الاتنين باكت كريم شانتي، دول وزنهم الظرف الواحد وزنه 65 جرام تقريبا، يعني الاتنين 130. انا اخترت نكهة الشوكولاتة، وممكن انتي تحطي اي نكهة انتي عايزاها. بقى ليهم نص كوباية من المية الساقعة او الحليب السائع برضو، وهخفض كده كويس، وهشوف لو كنت محتاجة شوية مية كمان هضيف. الكريمه بتاعتي تقيله قوي، هضيف لها شويه ميه كمان. القوام بتاع الكريم شانتيه بيبقى تقيل كده، ولو الجو حر حطيه شويه في الثلاجه. عندي بقى كيس ثلاجه عادي خالص، وعندي البلبله دي، طبعا انت ممكن ما تحطيهاش، لكن انا عشان يبقى ليها شكل عندي بلبلة دي كده هحطها، يعني لو ما عندكيش كيس حلواني اهو كده. هحط بقى الاول شوية من الكريم شانتيه، وبعد كده حطيت طبقة اهي من الكريم شانتيه، وبعد كده هحط شوية من الملفيه ده زي طبقة كده بس. طبعا مفروض بقى هتمشي بنظام طبقة كريم شانتيه، طبقة ملفيه، وطبقة كريم شانتيه، وهكذا. لكن انا بصراحة كان عندي جناش شوكولاتة حطيته برضو في كيس كده، هحط برضو منه شوية اللي احنا عملناه قبل كده سوا. طبعا ده اختياري،
وبعد كده احط كريم شانتيه تاني. واحط ملفي واخر طبقه هحط الكريم شانتيه. وكان عندي صوص كراميل هحط كده زين عليه، ده صوص كراميل جاهز. وهحط كمان شوية شوكولاتة شيبس. طبعا كل الحاجات دي كانت موجودة عندي، دي اضافات زيادة انتي ممكن تحطيها. تحلية سهلة قوي وسريعة. في 3 دقايق تعمليها.